الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة جعلت بعض المدنيين في إسرائيل يرسلون ملابس وعتاداً ومؤناً غذائية للقوات العسكرية الإسرائيلية، سواء من هم في الخدمة الفعلية أم من هم في الاحتياط. لكن المثير في الأمر هو ما كشفت عنه صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية عن أن هناك بعضاً من هؤلاء المدنيين أحضروا أطعمة محشوة بمخدر الحشيش. الصحيفة الإسرائيلية قالت إن هناك بعض العناصر من قوات الاحتياط تناولوا هذه الأطعمة المحشوة وشعروا بعدها بأعراض مرضية وأخرى لم تكشف عنها الصحيفة بشكل مفصل. جرى نقل عدد من الجنود في قوات الاحتياط إلى المستشفى بعد تناولهم بسكويتا يشتبه بأنه يحتوي على مادة الحشيش. وبحسب ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية فإن الشرطة العسكرية شرعت بإجراء تحقيق بعد تناول جنود يخدمون بإحدى القواعد العسكرية جنوب البلاد للطعام المحشو بمادة الحشيش.